العادة مع أخبار العالم الطريفة والغريبة والمتفرقة. سي مروان صديقي اسمعني عندي الوقت عندي برشا أخبار ما كالعادة عاد ماشي فيك سياسة الانقلاب على الفقرة. اي تحب نبدا بك أنت ولا نبدا بمريومة ولا بطلوس؟ لا مريم مريم أنا من رأيي مريم كانوا يكمبنوا على حاجة يكمبنوا خلنا نبداو نسمعوا هما شنو اللي عندهم. اوكي خلنا نبدا ليديز بيرس نبدا بمريومة. والله كنا نكمبنوا صحيح كلام وصحيح وعمره ما كان غلط مريم. تفضل قولي. نهزكم يا سيدي لليابان. اها وباش نحكي لكم على الفلوس اللي تحيي النفوس وترد الشاي بعروس وتحطها على فم الميت يضحك. قال لك وبربي نقصهم التسليم والبوس. نكملوا هذه خاطر كورونا ولا لا؟ طلوس عطاني استوس دبوست الانتي بكتيريان في يدك. تشيشه هاي 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 فك الخدايد بوس الخدايد وكهو وليد يديت الضعف وكهو. الحمد لله باهي يا سيدي. علماء النفس اليابانيين شنو قالوا؟ قالوا أكثر حاجة تنجم تفرح العبد الفلوس 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 أكهو. أكثر حاجة تنجم تبدلك المود متاعك الكل. صحيح معاك وائل أنت مش تعملهم لي وتقول لي مريم لباس مش تقول لي يا مريم راهو فما العبيد لابس عليهم ما عندهم مشاكل في حياتهم وما همش فرحانين. صحيح به معاك يعطي الفول اللي ما عندوش زروس. اما ولا ربي يعطي الفول اللي ما عندوش زروس. انت ريت ما نقولوا شك. لا لا ربي يعطي كل شيء كل انسان يعطي لي يستحق. عندي خبر واحد ما نعلقوش مش لازم نعلقوا عليها الفتره. ما تقمعنيش ما تقمعنيش. اوكي اقصد ربي يا سيدي. قال لك فما وفما راجل في البلاد اما ما زلت ما عرفش البلاد انا هي في بلاد من البلدان. في بلاد من البلدان يحكيو على راجل يحكيو على راجل العروي اليوم يفهم والديك يا سيدي. قال لك عندهم الكورونا شعمل للراجل امشي هز فلوسه الكل خرجهم البنك صرفهم بوميه تاع بلادهم هما وغسلهم بالجافيل هاي 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 بك الجافيل وعمل لك الدوش بتاعه وقال لك نمشي نقضي من فلوس ما نمسهمش. اكثر حاجه تعدي الكورونا الفلوس اي خاطر فما كونتاكت برشا مع الناس ولا هو بيسكو ديما يشري وهو سمين هكا ديما يشري من حانوت لحانوت ومن بوتيك لبوتيك ومن يدور معناها ويشري. دونك شعمل غسل لك الفليسات بتاعه الكل حطه في جيبه باغ اكزومبل بيمشي يشري ماش اي حاجه حتى كعبه بسكو يعطيك بالضبط ما ترجعلوش الباقي ولا يعطيك اكثر الباقي لا واضح هكا الفلوس هكا تعمل. بون شوف هو الحمد لله الحمد لله على كل حال والحمد لله الاخبار من البارح هو بدا يتقال في الصين راهو عدد كبير من المرضى والمصابين بالكورونا تماثلوا للشفاء. الحمد لله يا ربي والله الحمد لله للشفاء نسبه كبيره وباهيه 70% ايران زاد ثم بوادر ربي يستر ربي يشفي ان شاء الله الحمد لله. ما نهولوش الموضوع برشا وديما نقول ما نستهينوش به اغسلوا يدينا نحاولوا الماكسيموم ما نسلموش برشا على بعضنا نقصوا شويه من الكونتاكت وسيرتو النساء اللي يسمعوا فيا في الدار اكل الجافيل اكل الجافيل استعملوا الجافيل ديما استعملوا الجافيل ماء وجافيل صحيح تاي في التواليت في الدار باختو ماذا بكم ديما تمسحوا بماء وجافيل ولاباس سبيطار تولي الدار ما يسالش ما يسالش الحمد لله. قل قال لك مروان البارح متكي في الدار ستر الله مسؤول عليه لا بيه لا بيه ولا عليه فجأة راك الوالده نتاعو دخلت ترتل نينجا على روحها وبزوز بيد الجافيل ملك امر الله يقضي الله غم على راسه ورقد دارنا ولات نمري رماتهم الكل على القفاص اللي تصبغ والله حسها نمري الدار اصبر وديجا قنبول بها الصباح يقاقا وشتار قالوا شكون هذا قالوا بوك اما بعد ما امك عديت على الجفال. الحمد لله ربي ان شاء الله يلطف بينا ويسترنا. تو بعد شويه ان شاء الله نحاولوا نتصلوا بالاداره الجهويه للصحه بالمهديه خاطر تو برشا من الناس يحكيوا على المهديه مع الحاله اللي تم تسجيلها في بومرداس. خلينا نشوفوا الوضعيه كيفاش في المهديه من المصدر الرسمي حتى نبعدوا على كل الاشاعات. تو بعد شويه ان شاء الله في المباشر في اسمه مزيان. نمشي لطلوس. اهلا وسهلا مرحبا خويا. والله شوف انا زاد التيم نتاعي اليوم باش نحكي لكم على الكورونا في العالم وكيف عبر عنها العالم. بعد ما سمعنا كيما الناس الكل فما اللي استغلوا الفرصه وكل كمامات طلعوهم للموضه ودرا شنو هو وفما كيما اللي قالت عليه الاخت مريم عبى فلوس الكل في الدار ولا يقضي وفما اللي خير ما عادش يخرج من الدار وفما اللي عمل اللي كذا اللي كذا. هما زوز اغرب وحيد صنفتهم اني اقوى واحد في العالم وثاني اقوى واحد في العالم. باش نبدا لكم ثاني اقوى واحد في العالم بنسبه 33% كيما يقول وائل كيما وائل في نتائج التصويت هذا ترشى مله وائل بسميه لك مريم خاطر ننساه الروبا نتاع العروسه سيرسو صحيت السيرسو هذاك هذا ايش عمل سيدي خذاك السيرسو نتاع روبه العروسه وعمل حمالات هكا معناها حمالات دور بيه على روح وعمل حمالات هكا فهمتني ولا ويخرج يمشي بيه للشارع باش ما يقربوا حد هذيك مسافه الامان اما يبقى اقوى واحد في العالم ولن يغفر له التاريخ. شكون؟ هذا المصري العظيم اللي قام وقعد ستر الله مسبول عليه وصاحبه وخرج غنيه
على الكورونا. اسمعوا الغنية. ترى يخرب بيت امك يا كورونا انت منين جيت؟ خليك مليار واحد فيني قاعدين في البيت. قاعدين في البيت الناس كلها قلقانه منه ماشيه ومرعوبه، والدنيا بحالها بتتكلم والسين مقلوبه. خد بالك منه كورونا ولا تطمن له كورونا ولا تطمن له قلب. في حاجات سيئة جدا جدا محتاجة تعديل، ده لما بنعطس بنكسل نمسك منديل. عادات مش حلوة بنعملها. واضح كل شيء والله، مش معاش يلوم حد بعده. حملة تحسيسية في غنية مع مهرجانات. ارحم والدي مهرجانات التحسيس. يعطيك صحة اللوس. يا سي مروان. يواصل مروان سلسله الانقلاب على الفقره الانقلاب المقنن واللي ماشي نحو الايجابيه. مش نعمل جوله سريعه لف لف في بعض العادات والتقاليد الموجوده في بعض البلدان، ثم نمر بكم الى قصه حزينه اثرت فيها برشا باش نحكيها لكم. نبدا بالاخبار الساعه. هيا سيدي، في جنوب افريقيا المراه تنجم تمشي تعمل طلب للمحكمه باش تتبع رجلها، تعمل قرى اني حاب نشوفه وين يمشي وتحط له اكل جي بي اس، الجي بي اس في ساقيه وتبعه وين يمشي. مقننا وبالقانون هذه معنا في جنوب افريقيا، حاب تشوف رجلها وين يمشي وين يقعد وين كذا. ان شاء الله يا ربي ما توصلش عنا يا ربي. وانت يا ربي الحمد لله على نعمته. يا ربي خذ خاطري. مريم الاردن مش زاد بعيد علينا، ومش معنا خاطر هذا معنا مش بعيده، ويظهر لي الاخبار هذا زاد حتى احنا كيف كيف في الاردن. تدفع فاتوره الكهرباء حتى وانت ما عندكش كهرباء في القريه نتاعك. قرية مثلا تبدا موجودة مثلا نقولوا في الرمثة، معنى اللي هي حسب من القرى ما فيهمش كهرباء، يدفعوا فاتورة الكهرباء. واجب وطني معناتها الناس الكل تخلصوا. اي خلصوها. كو احنا موجودة، فما شكون يدفع في معلومة تلزة ما عندوش تلزة في الدار. عندي برشا أصدقاء ما عندهم، تقول له راه تدفع في معلومة تلزة. نتعداو للدنمارك العظيم، البلد الاسكندنافي العظيم والجميل. في الدنمارك تمشي لمطعم باش تاكل، كي ما تشبعش ما تخلصش. الحق معنا مش بعد. الحمد لله لسامي عباس تونسي. الحمد لله. الحمد لله سامي عباس تونسي. نقول لنا كملت الجولة هذه البسيطة في انتظار محضر برشا حيد أخرين تو نرجع لهم على آخر. أوكي. نمشي للقصة الحزينة. عام 86 فما طبيب إنجليزي مشى للهند. طبيب معنا طبيب عادي جينراليستو. فما فيل كان تعرض معناتها تضرب فيل في البلاد هذيك في الهند. داواه. معنا قام بمداواته وكل شيء. مرت سنوات، جاء سيرك للمدينة ساوثهامبتون في انجلترا. العرض معناه موجود وكل شيء غادي، كم شيء يتفرج وجاء من الهند معناه مشى يتفرج. فكل يقوم الفيل يخرج من القفص ويجري في اتجاه الجمهور. هربت الناس الكل وخرجت من وسط القاعة. بالحق معناها مش تشوف الفضاحة، خافوا. قعد هو واقف، معناه قعد في بلاصته. اخويا ويعطيه هاك الفيل بالخرطوم. لا مش هو اللي دواه. في الاخر هو عطى فيه ثقه، طلع في الاخر ما تعطيش ثقه في الفيلة. شكرا سي مروان على هالفيرجول، بارك الله فيك. باه الضحكه هذه راهي ما تمشيش بلاش، راهو الضحكه هذه يلزم عادي فيه. يا ضحكه ما تمت. لا الضحكه هذه خاطر سي مروان هو تعمل لنا الضحكه هذه، ما يلزمش تمشي كيك. بالحق سي مروان الديفي نتاعك واش تعملوا انت اليوم؟ قرار لرجال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ديفي الكورونا مروان. ديفي الكورونا مروان. تعجبني يا عشيري كي تبدا هكا حتى اني قداش تعجبني يا عرفي يا باهي. صحيح. كلمنا وذني. والدفاع والدفاع نتاع اليوم باش يعاونوك فيه كل من مريم وطلوس. هاي شفت كيفاش يحيى العدل، والله انت من عرفات العاده. تحيه للتكسيس. اني نسحب كلامي. قال لي والله وائل يعجبني برشا بربي، تحيه لي هبطني هذاك. شكرا لي. قال لي اسمع يظهر صعيب معاكم ولا كذا، قلت له راهو الحق نتاع ربي. لا وقت اللي يولي صعيب يولي صعيب برشا. وقت اللي يولي صعيب راهو هو راهو الوائل مريق على الاخر وعز الناس. ونحكي معك بالرسمي توا عشرة تبارك الله. انا حاجه برك كان ندخلوا فقره في البرنامج هذا اسمها الرينيون. حاجه برك فهمتني، وان شاء الله هكا الصلات العليا في الاذاعه معناها بين اللي طلب هذا وكا وشوفوا وين. مروان التحدي نتاعك اليوم، انا تحدي فرحان به الحقيقه. التحدي نتاع اليوم وبالشراكه مع بعد شوي هنجي لك يا سيلفيش، وبالشراكه وتحيه لكل بارتنير نتاعنا سيتي ماركت. تحيه لهم باش تلتحق بسيتي ماركت وين تنجموا تلقاو كل اللي جا لونتيسيبتيك للناس اللي يلوجوا ما يلقاوش في الفارماسي وغيره، راه موجودين في سيتي ماركت. دونك باش تمشي لسيتي ماركت باش تاخذ مجموعه من قوالب الصابون
وباش تاخذ ديجا لونتيسيبتيك وباش تاخذ حتى لي لانجيت ديزانفيكتون هذوك وباش تخرج للشارع خويا العزيز وباش تفرق على الناس باش يغسلوا يديهم. هذا يعطيك فيه الصحه بصراحه. واكثر من هذاك الفاز اللي عملها طلوس بكري هذيك اللي يدور عليكم الصباح بالجي لونتيسيبتيك يديكم اخويا لو ماكسيموم تاع العباد سايق الشارع سايق الشارع سايق يدين الناس الكل داكور دو باهي على مستوى جوهره معناها باش نكون متواجد خلينا نعطيو نداء للناس اللي باش انا ماذا بيا تلتحق بسيتي ماركت اللي في حمام سوسه في حمام سوسه في حمام سوسه داكور دو تلقاونا في طريق الشط في حمام سوسه اللي تسمعوا فينا الكل غاديك مروان باش يعطيكم الصابون والجيل في اليدين وينظف لكم يديكم اخويا حاجه باهيه سامحني سؤال توضيح لغوي تو تلقاوني بارك الله فيك خاطر احنا عندنا فقره سامباتيك الديفي عجبني باه يا سيدي نمشيو لفقره مريومة نمشيو لفقره مريومة نحكي لك عليها شويه تيس وانت تليفون قول قول فما الاذواق الموسيقيه فما صحيح الموسيقيه فما الذوق الراقي فما الذوق الخرش هاي نسمه كاو هاي نسمه الفرماج